صلاح جاهين، جامعة المواهب. على بعد أمتار قليلة من نهر النيل، بسحره وجماله وصفائه، وفي بيت من 4 أدوار بحي شبرا، نزل إلى الدنيا صلاح جاهين في 25 من ديسمبر عام 1930، بعد ولادة متعثرة بمنزل جده الصحفي أحمد حلمي، الذي اختار صلاح أن يسير على خطاه. لم يكتفي جاهين بكونه صحفياً، وصل إلى منصب رئيس تحرير مجلة صباح الخير، لكنه أيضاً كان شاعراً ورساماً وممثلاً وسيناريست ومنتجاً سينمائياً وكشافاً للمواهب. لذلك لم تكن صدفة أن يقع عليه الاختيار ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2023. خرجت أول أعمال جاهين للنور حين بلغ عمره 25 عاما بديوانه كلمة سلام، واحتفى به الأديب فتحي غانم ووصفه بأنه شاعر عمره 5000 سنة. وبعد عامين كتب جاهين أوبريت الليلة الكبيرة التي حازت على جوائز عالمية، ثم واصل رحلته بين الفن والصحافة والشعر، فكتب العديد من الدواوين الشعرية الخالدة، ومن أبرزها الرباعيات. كما كتب جاهين عدداً كبيراً من الأغاني الوطنية لأهم المطربين والمطربات في الوطن العربي، وفي مقدمتهم أم كلثوم وعبد الحليم حافظ. وظل قرابة 18 عاماً يرسم كاريكاتيره اليومي في صحيفة الأهرام. ولم يكتفي بدوره كمبدع، لكنه اكتشف الفنان أحمد زكي والشاعر سيد حجاب وغيرهم كثير، وظل مخلصاً لبلده ولفنه حتى رحيله في 21 من إبريل عام 1986، تاركاً إرثاً فنياً كبيراً. ومن ينسى قصيدته الأبقى؟ على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء، أنا مصر عندي أحب أجمل الأشياء.